قضية التفكر أولا هذه قضية مهمة، ولذلك القرآن الكريم ينادي بهذه المسألة. التفكر، التدبر، التأمل بغير أو بدون هذه الأدوات لا يمكن الوصول إلى الله تبارك وتعالى. إذن كيف نسير إلى الله أو كيف نصل إلى الله؟ كيف نصل إلى الله؟ نصل إلى الله تبارك وتعالى بما ركبه فينا من عقول وبما ركبه فينا من أفئدة. فالعقول فيها حافظة ومفكرة، وهكذا قال بعض المختصين يعني والباحثين أن القلوب سبحان الله أيضا لها مفكرة ولها حافظة، بل حافظتها أكبر من حافظة الدماغ، الحافظة التي فيها أكبر من حافظة الدماغ، حتى أن بعضهم يعني بعض الأطباء اكتشفوا أنه عند نقل قلب من شخص إلى شخص تنتقل جملة من المعارف من الشخص المتوفى إلى الشخص الذي نقل إليه القلب حديثا، فيتكلم بأسماء وبكلمات لم تكن من ضمن مصطلحاته، لم تكن ضمن معارفه سابقا. وقالوا بذلك أن هنالك علاقة أيضا، هنالك حافظة تنتقل المعارف بانتقالها أي بانتقال القلب إلى هذا الإنسان الجديد. إذن التفكر، إذن كيف يتفكر الإنسان؟ قلنا أولا يتفكر الإنسان في الخلق والإيجاد، مسألة الخلق والإيجاد، ثم مسألة المسير، لأنه بعد ذلك هنالك مصير، فريق في الجنة وفريق في السعير لا ثالث بينهما. إذن المسألة جدية، كأننا الآن نحضر اجتماعا، وهذا الاجتماع اجتماع يخص الشركة، يعني شركة من الشركات، هذه الشركة تمر بأزمة مثلا، ويقال لكل من يعمل في هذه الشركة، يقول يعني مثلا مدير الشركة: أيها الإخوة، هذا الاجتماع طبعا طارئ كما تعلمون، وهو اجتماع يعد خطيرا. ما القضية؟ القضية أن الشركة تمر بمأزق شديد، ولا بد لها من كيت وكيت وكيت حتى تمر مثلا في هذه الفترة بسلام، وتبقى واقفة على قدميها كما يقال حتى لا تسقط، لأن سقوطها يسبب سقوط للجميع أو اختلال لموازين الجميع، فهذا يعني يستلم راتبه منها، وهذا عليه أقساط، وهذا عليه ديون، وهذا لديه خطط إلى آخر ذلك. لا يحسن من الجميع إلا أن يتفقوا على كلمة واحدة، ما كذاك؟ في تلك الحالة الحرجة لا يحسن بالجميع إلا أن يتفقوا على كلمة واحدة، وإلا كان اجتماعهم اجتماعا فاشلا. هكذا عندما يجلس الإنسان مع نفسه يتمثل هذا الاجتماع الخطير الذي لا بد منه، وهو اجتماع طارئ يحتاج إليه الإنسان ليس مرة واحدة في العمر، ولا اثنتين، ولا ثلاث، ولا عشر، ولا عشرين، ولا خمسين، ولا مئة، وإنما هو في حاجة إليه باستمرار، كلما حس بذبول الزهور الإيمانية وخفوت في الطاقات الروحية ويعني كسل عن العبادة. احنا بعدنا ما طرقنا باب عياذا بالله المعاصي. إذن لماذا؟ لأنه إذا استسلم وانقاد لهذا الخمول ولهذا الفتور ولهذا كذا، هنالك أشياء أخرى تعقب ذلك، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يستحضر أنه فريسة مستهدفة من قبل من؟ من قبل عدو لعين، بيّن الله تبارك وتعالى لنا في كتابه العزيز أنه عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن هذا اجتماع خطير، اجتماع طارئ، يستحضر الإنسان هذه الخطورة بكل معانيها.